الله يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ يا أمي مدي لي يديك عسى يزايلني الخطر، عسى يزايلني الخطر. أمشي أخاف تأثرا وسط النهار أو السحر، لا أهتدي في السير إن طال الطريق وإن قصر. وأنا ضرير قاعد في عقر داري مستمر، الله يلطف بي ويغفر ما أقاسي من كدر، ما أقاسي من كدر. يمشي الصغار ويلعبون ويرتعون ولا ضرر. عكازتي هي ناظري، هل من جماد من نظر. شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ يا أمي مد لي يديك عسى يزايلني الخطر، عسى يزايلني الخطر. أمشي أخاف تأثرا وسط النهار أو السحر، لا أهتدي في السير إن طال الطريق وإن قصر. وأنا ضرير قاعد في عقر داري مستمر، الله
وجهه يلطف بي ويغفر ما أقاسي من كدر ما أقاسي من كدر يمشي الصغار من العبور. يعني هذا بك أنا قاعد أعطيك مقادير طبخة يسار. لا يعني عتبة قدامنا يا شباب، انتبهوا، شوفوا العصي، استخدموا العصي، استخدموا العصي قدامكم يسار. شباب استخدموا العصي يسار يا شباب ها معي، هنا يا شباب يسار، بعد يسار تعال يسار، انتبه اعتبه قدامك. ايوه لا تقدم ضافر تقدم ياسر قدامك اعتبه بجمالها تتحدثون ولا أرى وين روح له بيعتبر شيء تقدم. هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر. خيري وينك؟ مد لي يديك عسى يزايلني الخطر، عسى المسرح وين؟ يزايلني الخطر. أمشي أخاف تعثرا شباب وسط النار. تابعوا يا شباب أو السحر. إيش دي؟ لا أهتدي في السير إن طال الطريق وإن قصر. السلام عليكم. وأنا فك. فك. شباب لا تفتحون. والله ما تحس بقيمة النعمة. ما أقاسي من كدر يمشي الصغار ويلعبون. أفك ياسر أفك الحين ويرتغون ولا ضرر عكازتي يا ناظري هل من جمال. والله أنها نعمة. أول شيء الحمد لله رب العالمين على نعمته وفضله. ظافر أول شيء إيش شعورك في اللحظة اللي قاعد تمشي فيها ومن شايف شيء نهائي؟ المسافة قصيرة من هناك لهنا، بس يوم عملت أحس المسافة صارت طويلة. فاللهم لك الحمد، والله أنها نعمة، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. طارت المسافة هيدا. أول شيء اللهم لك الحمد على هذه النعمة. ما كنت أتوقع يوم أني ممكن أغمض عيني وأمشي في مكان ممكن بهذا الطول. مقصرين مع الله كثير، لكن أسأل الله أنه يعني يعفو عنا ويلطف فينا ولا يحرمنا أي نعم من نعم لهبائنا إياها. خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. أسأل الله عز وجل أن يعاملنا بما هو أهله ولا يعاملنا بما نحن. اللهم مزخ دخمان قسم بالله أننا بنعمة. يعني ممكن إحنا نسمع قصص ونشوف ناس مكوفين ونشوف يعني ما حسيناه بصراحة إلا تو يوم عشنا وقعنا. رغم إنه المكان إحنا عارفينه قديم به يعني 73 يوم وبالمحاري هذه، إلا إنه قسم بالله إني ما أدري وين أنا فيه. يعني نعمة البصر يا جماعة الخير نعمة، يعني ما أدري شلون نشكره. أول شيء الحمد لله والشكر لله على نعمته وفضله. يعني أي نعمة صغيرة
يمكن احنا نعم رب العالمين كثيرة ما نحس بقيمتها لما نفقدها. هي مش مبادرة ولا حملة ولا أي شيء، هي مجرد تذكير، تذكير بإخوان يعانون طول حياتهم ما يبصرون. يعني احنا على قولة عبد الرحمن نعرف المكان زين، حتى ظافر قبل الله يربط يقول القرية هي سهلة، بوصل للقرية اللي بوصل للمكان على طول. تفاجأنا ومع ذلك مع توجيه الإخوان في الكنترول، والله العظيم أحس إني ضايع ما أدري وين أنا بالضبط. ومع ذلك حتى الشباب كانوا يساعدوني يمين يسار روح معاي، مع ذلك صحيح معاناة. فمجرد نتذكر إخواننا اللي فقدوا بصرهم، نسأل الله أن يعني يرفع عنهم ويشفيهم إن شاء الله ويعافيهم، مجرد تذكير يعني أحس إني كدرت الوضع شوي، لكن والله صدق حسيت بهذه النعمة. وأنا أتمنى من الشباب برضو يعني يجربون تجربة فقط، أما الأكل أما التمشية في القرية أما المشي بهالمكان، يجربون بدون ما يشوفون، يشوفون كيف الشعور بس. فالله يبيض وجهكم، ما قصرتم، الله يسعدك، وطلعوا على المسابقة.